قناة الحجاج للرقية الشرعية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم أبطل وأحرق وأنسف العهود، اللهم أبطل وأحرق وأنسف كل العهود التي اتبع بسببها الشياطين الأختام المحمدية على هذا الجسد. اللهم احرق كل العهود الشيطانية، اللهم احرق كل العهود الشيطانية التي بسببها اتبع الأختام المحمدية على هذا الجسد. بسم الله الأعظم تحرق العهود. اللهم أبطل وأحرق وأنسف العهود على اتباع النسل، اللهم أبطل وأحرق وأنسف العهود لاتباع النسل، اللهم أبطل وأحرق وأنسف كل العهود لاتباع النسل المحمدي، اللهم أبطل وأحرق وأنسف العهود الشيطانية لاتباع النسل المحمدي، اللهم أبطل وأحرق وأنسف العهود الدموية التي بسببها اتبع الشياطين النسل المحمدي، اللهم أبطل وأحرق وأنسف كل العهود الدموية، اللهم أبطل وأحرق وأنسف كل العهود الدموية، اللهم أبطل وأحرق وأنسف العهود الدموية التي بسببها اتبع الشياطين الأختام المحمدية على هذا الجسد. بسم الله العظيم الأعظم تحرق عهود الدم. اللهم أبطل وأحرق وأنسف عهود الدم، اللهم أبطل وأحرق وأنسف عهود الدم، اللهم أبطل وأحرق وأنسف عهود الدم، اللهم أبطل وأحرق وأنسف عهود تعليم السحر، اللهم أبطل وأحرق وأنسف عهود تعليم السحر التي بسببها اتبع الشياطين السحر وغيرهم الأختام المحمدية على هذا الجسد. اللهم أبطل وأحرق وأنسف كل العهود الظاهرة والباطنة التي جاءت من شياطين الإنس والجان التي بسببها اتبع الشياطين أختام المحمدية على هذا الجسد. بسم الله تحرق سائر العهود. اللهم أبطل وأحرق وأنسف سائر العهود، اللهم أبطل وأحرق وأنسف سائر العهود التي بسببها اتبع الشياطين الأختام والأسرار والأنوار المحمدية على هذا الجسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسولهم، من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله مخزي الكافرين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم.
بسم الله العظيم الأعظم تحرق العهود. اللهم أبطل وأحرق وانسف العهود. اللهم أبطل وأحرق وانسف العهود. اللهم أبطل وأحرق وانسف العهود الدموية وغيرها. بسم الله تبطل وتحرق وتنسف سائر العهود التي بسببها اتبع الشياطين الأنوار والأختام المحمدية على هذا الجسد والأسرار المحمدية على هذا الجسد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. 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 بسم الله العظيم الأعظم تقطع سائر الأرصاد الشيطانية الإبليسية. اللهم أبطل واقطع أرصاد اليهود والنصارى والماسون والدجازل والفراعنة وغيرهم من الشياطين الذين رصدوا الطاقة والأختام المحمدية والأنوار المحمدية على هذا الجسد. بسم الله الأعظم تقطع الأرصاد على سائر الطوالع. اللهم اقطع أرصادهم على الطوالع الأربعة. اللهم اقطع أرصادهم على سائر الطوالع. اللهم اقطع أرصادهم على أي طالع على هذا الجسد رصدوهم رصدوا طاقته وأسراره. بسم الله العظيم الأعظم تقطع الأرصاد. تقطع الأرصاد. تقطع الأرصاد بإذن الجبار، بإذن القهار، بإذن العزيز، بإذن الرحمن الرحيم، بإذن الملك، بإذن الملك، بإذن مالك الملك الذي يقول للشيء كن فيكون. اللهم أبطل واقطع أرصادهم العلوية. اللهم أبطل واقطع أرصادهم العلوية. اللهم أبطل واقطع أرصادهم على الناصية والعيون. اللهم أبطل واقطع أرصادهم على العقل والحواس الخمس. اللهم أبطل واقطع أرصادهم على العقل والحواس الخمس. اللهم أبطل واقطع أرصادهم على العقل والحواس الخمس. اللهم أبطل واقطع أرصادهم المتجددة المتنوعة. اللهم أبطل واقطع أرصادهم المتجددة المتنوعة. اللهم أبطل واقطع أرصادهم المتجددة المتنوعة على العقل والعيون، على اللسان، على الأذنين، على الأذنين، على اللسان، على القلب، على الدماء، على الدماء، على اليدين، على البطن والرحم، على العورات، على الفخذين والساقين، على الرجلين، على الدماء. بسم الله تقطع الأرصاد على الجسد الأثير. اللهم اقطع سائر الأرصاد الشيطانية التي رصدوا بها الأختام المحمدية الأسرار المحمدية على هذا الجسد. بسم الله تقطع الأرصاد على الأنوار المحمدية على هذا الجسد. اللهم أبطل واقطع الأرصاد على الأنوار المحمدية على هذا الجسد. اللهم أبطل واقطع الأرصاد على الأنوار المحمدية على هذا الجسد. اللهم احرق سائر الأختام الشيطانية الرصدية. اللهم احرق سائر الأختام الشيطانية الرصدية بالنجوم الخماسية والسداسية وأختام العين والهرم والأهرامات الفرعونية والمثلثات الماسونية وغيرها من الأختام الشيطانية. بسم الله تحرق وتسهر. أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. 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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت.
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 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 فأصابها إعصار فيه نار إعصار فيه نار إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت بسم الله العظيم الأعظم تقطع الأرصاد اللهم اقطع الأرصاد اللهم اقطع الأرصاد اللهم اقطع الأرصاد ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون بسم الله تقطع الحبال الأثيرية اللهم اقطع حبال الرصد اللهم اقطع الحبال الأثيرية الرصدية بسم الله تدمر الأجهزة الداخلية والخارجية بسم الله يرجم الشياطين داخل وخارج الجسد الذين يعملون على الرصد بسم الله يرجمون بسم الله يرجمون أينما كانوا بسم الله يرجمون بالشهب الثاقبة يرجمون وتقطع أرصادهم ويقطع اتصالهم بالجسد إلى الأبد اللهم اقطع اتصالهم بالأنوار المحمدية بالأختام المحمدية على هذا الجسد لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون 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 فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا 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 وما كانوا مؤمنين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. بسم الله تقطع حبالهم. اللهم اقطع حبالهم. اللهم اقطع حبالهم. اللهم اقطع حبال الرصد. اللهم اقطع أسرار الرصد. اللهم فكك واسهر أجهزة الرصد. اللهم فكك واسهر أجهزة الرصد. اللهم فكك واسهر أجهزة الرصد. اللهم أبطل أسرار الرصد. اللهم اقطع أسرار الربط والرصد على الأسرار المحمدية على هذا الجسد. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اللهم ابطل كل حسد خبيث. اللهم ابطل كل حسد خبيث. اللهم ابطل كل حسد خبيث من شياطين الإنس والجن السحرة على الحكم المحمدية. اللهم ابطل كل حسد خبيث. اللهم ابطل كل حسد خبيث على الحكم المحمدية. اللهم ابطل كل حسد خبيث على الأنوار المحمدية. اللهم ابطل كل حسد خبيث على الحكم المحمدية. اللهم ابطل كل حسد خبيث من سحرة الإنس والجن على الأسرار المحمدية. بسم الله يبطل الحسد ويرد لمن حسد. اللهم أبطل الحسد ورده على من حسد. اللهم أبطل الحسد ورده على من حسد. اللهم أبطل الحسد ورده على من حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم حرر كل نور محمد على القلب، 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 اللهم حرر كل نور محمد على القلب. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم،
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهما محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهما تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا
الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمتهم واتبعوه لعلكم تهتدون يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين
إن الله كان عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أعداءهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تتبدل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم
إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم إن ذلك 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 كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق 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 وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا
أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله العظيم الأعظم. بسم الله القوي المتين. بسم الله تحرر الأختام المحمدية. اللهم حرر الأنوار والأختام المحمدية. اللهم حرر الأنوار والأختام المحمدية. بسم الله العظيم الأعظم تحرر الأختام. اللهم حرر الحكم المحمدية وجنودها وسلاحها. اللهم حرر الحكم المحمدية. اللهم حرر الحكم المحمدية وجنودها وسلاحها. اللهم حرر الحكم المحمدية وأرواحها وجنودها وسلاحها. اللهم حرر أنوار الحكم المحمدية. اللهم حرر كل نور محمد على القلب. اللهم حرر كل نور محمد على القلب. بسم الله يقطع الربط والرصد على القلب. بسم الله يقطع الربط والرصد على القلب. بسم الله العظيم الأعظم يقطع الربط والرصد على القلب. بسم الله يقطع الربط والرصد على القلب. بسم الله العظيم الأعظم يقطع الربط والرصد على القلب. بسم الله يقطع الربط والرصد على القلب. بسم الله العظيم الأعظم يقطع الربط والرصد على القلب. اللهم أبطل واقطع كل ربط بالدماء والمعادن والنجاسات على القلب والدماغ واليدين. اللهم أبطل واقطع كل ربط بالدماء والمعادن والنجاسات على القلب والدماغ واليدين. اللهم أبطل واقطع كل ربط بالدماء والمعادن والنجاسات على القلب والدماغ واليدين والبطن وبين الكتفين والعورات والرجلين وسائر الجسد. بسم الله يحرر كل نور محمد على القلب. اللهم حرر كل نور محمد على القلب. اللهم حرر كل نور محمد على القلب. بسم الله يحرر كل نور محمد على القلب. اللهم حرر كل نور محمد على القلب. اللهم حرر كل نور محمد على القلب. بسم الله يحرر كل نور محمد على القلب. اللهم حرر كل نور محمد على القلب. اللهم حرر كل نور محمد على القلب. بسم الله يحرر كل نور محمد على القلب.
اللهم حرر كل نور محمد على القلب، اللهم حرر كل نور محمد على القلب، بسم الله يحرر كل نور محمد على القلب، اللهم حرر كل نور محمد على القلب، اللهم حرر كل نور محمد على القلب، اللهم حرر كل حكمة محمدية على القلب والعيون وعلى الرأس وعلى الناصية وعلى اللسان وعلى القلب وعلى اليدين وعلى الصدر والظهر والبطن وعلى العورات وعلى الرجلين وعلى الساقين، بسم الله العظيم الأعظم تحرر كل حكمة محمدية، اللهم حرر كل حكمة محمدية، اللهم حرر كل حكمة محمدية، اللهم حرر الحكم المحمدية على هذا الجسد، اللهم حرر الحكم المحمدية على هذا الجسد، اللهم حرر الحكم المحمدية وأرواحها وجنودها وسلاحها، اللهم اقطع الربط والرصد، اللهم اقطع الربط، اللهم اقطع كل ربط دموي، اللهم اقطع ربط الدماء والمعادن والنجاسات على سائر الحكم المحمدية على هذا الجسد، اللهم اقطع ربط الدم، اللهم اقطع ربط الدم، اللهم اقطع ربط الدم، اللهم اقطع ربط الدماء والمعادن والنجاسات، اللهم اقطع ربط الدماء والمعادن والنجاسات، بسم الله تدمر سجون الدماء، بسم الله تصهر سجون المعادن، بسم الله تصهر سجون المعادن، بسم الله تبطل سجون الدماء، بسم الله تبطل سجون النجاسة، اللهم أبطل سجون النجاسة، اللهم أبطل سجون النجاسة، اللهم أبطل سجون النجاسة، اللهم أبطل سجون الدماء، اللهم أبطل سجون الدماء، اللهم أصهر سجون المعادن، اللهم أصهر سجون المعادن، اللهم طهر الجسد، اللهم طهر الجسد والجان المسلم والنفوس والأرواح من كل نجاسة، بسم الله، بسم الله تطهر الأرواح والأنفس والجان المسلم، بسم الله تطهر الأرواح والأنفس والجان المسلم والجسد من كل نجاسة سحرية، من كل نجاسة سحرية، اللهم طهر سجون النجاسة، اللهم أبطل سجون النجاسة، اللهم أبطل وطهر 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 سجون النجاسة، اللهم أبطل سجون الدماء، اللهم انزح حجب الدماء، اللهم أبطل ودمر سجون 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 الدماء، اللهم أصهر سجون المعادن، اللهم أصهر سجون المعادن، اللهم فكك وأصهر سجون الأجهزة، اللهم فكك وأصهر سجون الأجهزة الرقمية، 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 اللهم فكك وأصهر سجون الحروف والأرقام، 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 بسم الله تدمر السجون على القلب، اللهم دمر السجون على القلب، اللهم دمر السجون على القلب، بسم الله العظيم الأعظم يحرر كل نور محمد على القلب، اللهم حرر كل نور محمد على القلب، اللهم حرر كل نور محمد على القلب، بسم الله يقطع كل ربط علوي وسفلي وبحري وهوائي على القلب، اللهم اقطع ربطهم على القلب، اللهم اقطع ربطهم على القلب، اللهم اقطع ربطهم على القلب، اللهم حرر كل نور محمد على القلب، اللهم اقطع ربطهم على القلب، اللهم حرر كل نور محمد على القلب، اللهم اقطع ربطهم على القلب، اللهم
اللهم حرر كل نور محمد على القلب، اللهم اقطع ربطهم على القلب، اللهم حرر كل نور محمد 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 على القلب. بسم الله تفتح الأقفال على القلب والدماغ والعيون واليدين، بسم الله تفتح الأقفال على القلب والعيون والدماغ واليدين، بسم الله تفتح الأقفال على القلب والدماغ والعيون واليدين، بسم الله تفتح الأقفال على القلب والعيون والدماغ واليدين، بسم الله تفتح الأقفال على القلب والدماغ والعيون واليدين، بسم الله تفتح الأقفال على القلب والعيون والدماغ واليدين. اللهم افتح أقفالهم على القلب، اللهم افتح أقفالهم على القلب، اللهم افتح أقفالهم وسلاسلهم على القلب واليدين والرجلين، على العيون واللسان، على سائر الرأس، على العورات، على الظهر والبطن والعورات والرجلين. اللهم افتح ودمر أقفالهما، اللهم افتح واقطع سلاسلهما، اللهم اقطع سلاسلهم وافتح أقفالهما، 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 اللهم اقطع سلاسلهم وافتح أقفالهما. بسم الله يحرر كل نور محمدي، اللهم حرر كل الحكم المحمدي على القلب، 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 على اللسان، على العيون، على الناصية، على العقل، على الرأس، على اليدين، على الظهر والبطن، على العورات، على العورات، على الفخذين والساقين والرجلين. بسم الله تحرر كل حكمة محمدية على الدماء، بسم الله تحرر كل حكمة محمدية على الدماء، بسم الله تحرر الأسرار المحمدية على الدماء، اللهم حرر الأسرار المحمدية على هذا الجسد، اللهم حرر الأسرار المحمدية على هذا الجسد. لا إله إلا الله يقطع بها كل ربط، لا إله إلا الله تحرر بها الحكم المحمدية، لا إله إلا الله تحرر بها الحكم المحمدية، لا إله إلا الله تحرر بها الحكم المحمدية، لا إله إلا الله تحرر بها الحكم المحمدية على القلب، على الرأس، على اليدين، على سائر الجسد. لا إله إلا الله تقطع بها السلاسل والأقفال والأغلال، لا إله إلا الله تقطع بها السلاسل والأقفال والأغلال، لا إله إلا الله تقطع بها السلاسل والأقفال والأغلال، لا إله إلا الله يقطع بها كل ربط على النجوم والكواكب والمجرات والقمر والأبعاد، لا إله إلا الله يقطع بها كل ربط على النجوم والكواكب والمجرات والقمر والأبعاد، لا إله إلا الله يقطع بها كل ربط على النجوم والكواكب والمجرات والقمر والأبعاد، لا إله إلا الله يقطع بها كل ربط على النجوم والكواكب والمجرات والقمر والأبعاد، لا إله إلا الله يقطع بها كل ربط على النجوم والكواكب والمجرات والقمر والأبعاد، لا إله إلا الله يقطع بها كل ربط على النجوم والكواكب والمجرات والقمر والأبعاد، لا إله إلا الله يقطع بها كل ربط على النجوم والكواكب والمجرات والقمر والأبعاد، لا إله إلا الله يقطع بها كل ربط علوي سجن بها القدرات الأنوار المحمدية، سجن بها الحكم المحمدية، لا إله إلا الله يقطع بها كل ربط علوي، لا إله إلا الله يقطع بها كل ربط علوي،
لا إله إلا الله يقطع بها كل ربط علوي، لا إله إلا الله يقطع بها كل ربط ورصد علوي، سجن به الحكم المحمدية، بسم الله يقطع الربط والرصد، اللهم أبطل واقطع الربط والرصد، اللهم أبطل واقطع الربط والرصد، لا إله إلا الله تحرر بها الحكم المحمدية، لا إله إلا الله تحرر بها الحكم المحمدية، لا إله إلا الله يرجم بها سحرة الرصد والربط، لا إله إلا الله يرجم بها الحساد والحشاق، لا إله إلا الله يرجم بها السحر والتوابع، لا إله إلا الله ترجم بها التوابع والحشاق، لا إله إلا الله يرجم بها التوابع والعشاق، لا إله إلا الله يرجم بها السحر والحسد، لا إله إلا الله تقطع بها السلاسل والأقفال، لا إله إلا الله تقطع بها السلاسل والأقفال، لا إله إلا الله تحرر بها الأرواح والأنفس، لا إله إلا الله تحرر بها الأرواح والأنفس، لا إله إلا الله تحرر بها الأرواح والأنفس، لا إله إلا الله تحرر بها الطاقات، لا إله إلا الله تحرر بها الطاقات المحمدية، لا إله إلا الله تحرر بها الأنوار المحمدية، لا إله إلا الله تحرر بها الأنوار المحمدية، لا إله إلا الله تحرر بها يحرر بها الجان المسلم المورود، لا إله إلا الله تحرر بها الرفقة المحمدية، 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 لا إله إلا الله يحرر بها الجان المسلم الذي جاء مع الحكم المحمدية، لا إله إلا الله يحرر بها الجان المسلم الذي جاء مع الحكم المحمدية، لا إله إلا الله يحرر بها الجان المسلم الذي جاء مع الحكم المحمدية، لا إله إلا الله يحرر بها الجان المسلم الذي جاء مع الحكم المحمدية، لا إله إلا الله يحرر بها الجان المسلم الذي جاء مع الحكم المحمدية، بسم الله يقطع الربط والرصد، وتقطع الحبال والأغلال، وتفكك الأجهزة، وتنزع الأوتاد، وتفكك العقد وتفجر، وتبطل وتقطع سائر وسائل الربط، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلهم وتحرير رقبة مؤمنا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما بسم الله العظيم الأعظم يحرر كل مربوط اللهم حرر الأنفس والأرواح اللهم حرر الجسد الأثير اللهم حرر الجسد الأثير اللهم حرر الجان المسلم المورود اللهم حرر الجان المسلم الذي جاء مع الأختام المحمدية الذي جاء مع الحكم المحمدية بسم الله تحرر الطاقات بسم الله تحرر الأنوار بسم الله تحرر الأسرار المحمدية بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض
ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار لنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركات الضانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما بسم الله العظيم الأعظم بسم الله العظيم الأعظم يسلسل التوابع من السحر والحسد ومن العشاق والماسين للجسد والمعتدين والسارقين للطاقات والمقيدين للأختام المحمدية بسم الله يسلسلون بالسلاسل والأغلال ويجرون إلى حيث يشاء الجبار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب 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 يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب
وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب